يعني يبدو أن هذه المحاولات الأوكرانية المستميتة من أجل ضرب أهداف مدنية في روسيا تعكس التخبط الذي يعاني منه نظام كييف والدول الغربية من ورائه التي تدعمه بمختلف أنواع الأسلحة، وحتى الآن لم يستطع تحقيق أي إنجازات ميدانية على الأرض، لذلك يلجأ إلى هذه العمليات الإرهابية. يعني نحن نعلم أن الحدود بين أوكرانيا وروسيا هي حدود طويلة أكثر من 2000 كيلومتر، وهناك أماكن جغرافية من الصعب السيطرة عليها، وهناك قرى ومدن وضياع متداخلة فيما بينها، أيضا يصعب التمييز بينها إذا كانت أوكرانية أو روسية. لذلك يبدو أن نظام كييف وأجهزة المخابرات الأوكرانية تستغل هذه المسألة وهذا الوضع من أجل إرسال مجموعات تخريبية إلى روسيا أو إطلاق طائرات مسيرة لاستهداف أماكن يعني مدنية لا تمت يعني للأماكن العسكرية بصلة. هذا تعتبره روسيا تصعيد خطير ويعكس الوجه الحقيقي للنظام في كييف، إذ أنه يستخدم الأساليب الإرهابية التي تستخدمها المنظمات الإرهابية إن كان في الشرق الأوسط أو في أماكن أخرى. هذا النظام لا يمكن أن تتعاطى معه روسيا يعني بطرق يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى مفاوضات بين الطرفين أو إذا إلى إيجاد حل. يعني نعم. يبدو أن هذه العمليات يمكن أن تقطع الطريق إلى الأبد للتواصل بين روسيا ونظام كييف الآن الذي يمارس هذه الأعمال. دكتور سمير، ما هي الدلائل على أن أوكرانيا هي المتسببة في هذه الهجمات؟ لأنه ربما في عمليات سابقة اتهم فيلق الوطنيين الروس أو فيلق الحرية بأنه المتسبب. يعني يبدو أن وسائل الإعلام الغربية والوسائل الإعلام الأوكرانية وكل الوسائل المتعاطفة والداعمة لأوكرانيا يعني يحاولون يمكن أن أقول بالعامية يكذبون الكذبة ويصدقونها. يعني كيف يمكن لقوات إرهابية أو مجموعات إرهابية تدخل من أوكرانيا إلى أراضي روسية بمعدات أمريكية غربية وصورت يعني بشكل مباشر وتم اعتقال العديد منهم، منهم من هو روسي ومنهم من هو أوكراني وجنسيات مختلفة. لذلك يعني هذا الكذب وهذا التهرب من تحمل المسؤولية سببه أن نظام كييف لا يريد أن يعني لا يريد أن يحرج الأنظمة الأوروبية أو الأنظمة الدول الأوروبية على أنه يستهدف المدنيين أو يستخدم الأسلحة التي تصدر إلى أوكرانيا بأعمال إرهابية داخل روسيا. يعني نحن نعلم أن الدول الأوروبية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية يقولون نحن ندعم أوكرانيا لتحرير أراضيها وللقتال على أراضيها، لكن هذه العمليات تحدث الآن على أراضي يعني في العمق الروسي وأراضي روسية. أما الطائرات المسيرة، يعني أين هو الفيلق الروسي الذي يستخدم طائرات مسيرة داخل روسيا؟ هذه الطائرات دخلت من أجواء دول البلطيق من لاتفيا، ومنها يدخل من أوكرانيا، ومنها يدخل من أماكن أخرى يمكن أن تكون يعني ليست تحت السيطرة بشكل تام للقوات الروسية. هذه الطائرات حديثة تم تسليمها إلى أوكرانيا ولم تسلم إلى مجموعات إرهابية. لذلك دكتور سمير، يعني كيف سترد روسيا برأيك؟ وهل هذه العمليات تعد إرهاصات الهجوم الأوكراني المضاد؟ يعني كما عودتنا روسيا لا ترد بشكل يعني عشوائي أو بشكل غير منسق، هي تنتظر الرد ليكون الرد مؤلم، وهي ويمكن أن تكون هذه الهجمات لتشتيت اهتمام الجيش الروسي والقادة الروس على أن هناك يعني هذه الهجمات في أماكن متعددة إبعاد الأنظار عن جبهات القتال. روسيا تستعد منذ نصف عام يعني للتصدي للهجوم الأوكراني، وهي تعد نفسها وكل ما تحتاجه لصد هذا الهجوم أصبح جاهز. لذلك نلاحظ يعني أن كل جبهات القتال لا تزال عصية على اختراق الجيش الأوكراني، وحتى الآن يعني استخدام الصواريخ بعيدة المدى تمكنت روسيا من إسقاطها، استخدام زوارق متطورة حديثة بتقنية أمريكية وبتوجيه من يعني الأقمار الاصطناعية الأمريكية لضرب السفن الروسية أيضا نعم. تم إفشالها. نعم هذا دكتور سمير، عذرا طبعا على المقاطعة، هذا هو السؤال الأخير وأرجو الإجابة باختصار. نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا بالطبع قوبل بانتقادات أمريكية، ما جدوى هذه الخطوة دكتور سمير؟
يعني هذه الخطوة تؤكد صوابية القرار الروسي. اليوم الحديث عن أن أوكرانيا تطلب أسلحة متطورة وأسلحة بعيدة المدى وصواريخ وطائرات F-16، هذا يهدف إلى تصعيد الوضع مع روسيا. روسيا الآن تعد العدة لكل الاحتمالات، وكما قال نائب رئيس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيتيف أن روسيا يمكن أن توجه ضربة استباقية إلى الدول الأوروبية ويمكن أن تكون نووية. أنا لا أستبعد ذلك مع هذا التهديد للأمن القومي الروسي وهذه العمليات الإرهابية والأسلحة المتطورة التي تصل إلى كييف. إذا الصراع الآن أصبح مباشر بين روسيا وحلف الناتو، ولكن بشكل غير رسمي عمليا على الأرض، هذا الواقع. شكرا دكتور سمير أيوب من سان بطرسبرغ، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية، شكرا جزيلا لك.